نرحب بأولياء الأمور مع أولادهم في مديرية الجرانت للمدارس، وهذا فيديو قصير يظهر لك يوم نموذجي في المدرسة. مثلا عندما يحضر أطفالك إلى المدرسة في بداية اليوم المدرسي، بعض الطلاب ربما يصلون للمدرسة مع الباص المدرسي، ويعتمد أين تسكن. المدرسة سوف تعلمك بالوقت والمكان الذي سوف يكون أطفالك به لجلبهم إلى المدرسة، إضافة إلى الوقت الذي سوف يعود أولادكم في نهاية الدوام الدراسي. بعض أولياء الأمور يختارون جلب أولادهم بسياراتهم الخاصة، وبعضهم يفضل جلب الأولاد مشيا على الأقدام وتوصيلهم إلى المكان المخصص أمام بناية المدرسة. عندما يكون الوقت للدخول للمدرسة، الطلاب يصطفون ويدخلون المدرسة بشكل منظم. في داخل بناية المدرسة سوف يكون هناك فريق من المدرسين لإرشاد الطلبة للصفوف لحين وصول الوقت لبدء الدرس، للتأكد أنه لا يوجد هناك أي مشكلة. الطلاب سوف يذهبون إلى الصفوف الدراسية المخصصة لهم، هناك سوف يفرغون حقائبهم المدرسية والأدوات التي يحتاجونها للكتابة والرسم إلى آخره، ويكون الطالب جاهز لوقت الدرس لإعطائها للمدرس. الطلاب سوف يفعلون ذلك في بداية الدرس. Hello. I'm late for school. Can I have a tardy slip? في حالة وصول الطالب متأخر، سوف يحتاج الذهاب إلى إدارة المدرسة للحصول على ورقة ملاحظة حول التأخير قبل ذهاب أولادكم إلى صفهم. خلال اليوم المدرسي ربما سوف يتم إرشاد الطلبة إلى صفوف أخرى لتعلم مواضيع مدرسية مختلفة تخص دروسهم. مثلا في المكتبة الطلاب ربما يستعيرون بعض الكتب للقراءة، هنالك مختلف الكتب يستطيع الطلاب الاستمتاع بها. بعض المدرسين ربما أيضا يجلبون الطلاب إلى المكتبة لإكمال الواجبات الصفية. هناك موقع آخر يستطيع الطلاب الذهاب له، هو الغرف الخاصة بالكمبيوترات. هناك الطلاب ربما يبحثون عن معلومات يحتاجونها للواجبات الصفية والتقارير المدرسية. أيضا الطلاب يستمتعون بزيارة القاعة الرياضية، هناك الطلاب يستمتعون بممارسة النشاطات الرياضية البدنية مثلا الركض، القفز، ويتعلمون أنواع الرياضة مثلا الكرة الطائرة. الطلاب سوف يحتاجون لجلب زوج من الأحذية الخاصة بالرياضة، وسوف تكون مريحة لممارسة النشاطات الرياضية ولا تترك أثرا على أرض القاعة الرياضية. في منتصف اليوم المدرسي الطلاب سوف يذهبون إلى وجبة الغداء في الكافيتيريا، وسوف يأخذون أي نوع من الأكل الذي يرغبون به والشراب مثلا العصائر أو الحليب، ويذهبون للجلوس مع أصدقائهم لتناول الغداء. وجبة الغداء جزء مهم جدا في اليوم الدراسي، كما أنه يعطي للطلاب طاقة لإتمام اليوم المدرسي. الآباء والأمهات، في حالة قدومكم للمدرسة لأخذ أولادكم لإجراء مقابلة مع المدرس أو زيارة غرفة معينة في المدرسة، يجب عليك التوقف عند إدارة المدرسة لملء نموذج أولا والتوقيع مع تاريخ ذلك اليوم، الاسم واسم الصف الذي ترغب زيارته. رجاء أيضا سجل الوقت الذي تدخل به المدرسة ووقت المغادرة. وفي نهاية اليوم المدرسي الطلاب سوف يذهبون لباص المدرسة للذهاب إلى المنزل، أو ربما أولياء الأمور يأتون لأخذ أولادهم في المكان المخصص لهم. هناك أشخاص كبار سوف يراقبون صعود الطلبة إلى الباص الخاص بهم. إذا كان هناك أي سؤال، رجاء بإمكانك الاتصال بمدير المدرسة، هو أو هي سوف يكون أو تكون سعيدا بمقابلتك أو مساعدتك بأي طريقة من الطرق. نأمل هذا الفيديو ساعدك لفهم ماذا هو اليوم الدراسي النموذجي
مثلاً في مديرية الجرانت للمدارس. إذا كان عندك أي سؤال أو ترغب بمعرفة معلومات أكثر، رجاءً اتصل بنا على الرقم 385-646-4205، وشكراً للجميع.